اهلا بيكم في فيديو جديد مع مهندسة الديكور لميا حسن. تعالوا النهاردة احنا داخل السلاب هنعرف الخامات اللي موجودة عندهم وازاي نركبها مع الحمامات ومع المطابخ. اول مطبخ عندنا النهاردة هنشوف ان هو حاطط الخامة بيج ومدخل معاه برضو جزء من البنيات الفاتحة، فاستخدم هنا البيج الفاتح وده انجح حاجة، يبقى ناجح جدا البيج الفاتح في السيراميك، بيخلي اي حاجة معاه بتليق. حتى هنا لما حط رمادي برضو ماشي مع كل حاجة في المطبخ، سواء كان البيج الفاتح هنا أو البني الفاتح أو الخامة الفاتحة في الخشب. وممكن نعمل كونترست زي ما هو عامل كده في الأرضيات بالبورسلين اللي شبه الخشب، وده بيبقى ناجح قوي وعملي جدا، طبعا أحسن من الخشب في أي حاجة، سواء كان في المطابخ أو في الفرش العادي في غرف المنزل. تعالوا نشوف وراه على طول السلاب، برضو عنده ال HDF، وال HDF هنا بيبقى طبعا زي ما انتم شايفين بيبقى MDF من ورا وبيبقى معالج من قدام. احنا مش بننصح بيه خالص لانه مع الوقت بيتبهدل وبيقشر وما بيبقاش هو احسن حاجة في الخامات اللي ممكن نستخدمها معانا في البيت بتاعنا. نشوف كده برضو، طبعا في الوان كتير من احلى الالوان اللي بتبقى موجودة، اللون دوت مثلا واللون اللي هو شبه الرمادي مع البني دوت برضو في الفترة الحالية منتشر جدا. يمكن تكون اللون الزان دوت انتهى شوية من الترندات بتاعت 21 و22 ان شاء الله، فهو دوت اللي طالع اكتر موضة، الالوان اللي هو البيج على رمادي والبني على رمادي والدرجات اللي هي افتح شويه في الخامات. هنتحرك مع بعض ونشوف كل اللي موجود عنده. يعني دوت حمام من الحمامات اللي موجوده، انا ما انصحش بكتير قوي بالتفاصيل الكتير قوي زي ما هو عامل، يمكن هو بس بيحاول يعرض اكتر. فالاكتر برضو في الترندز دلوقتي ان احنا بنستخدم، ممكن ندخل اتنين مع بعض بس او افضل كمان يكون واحد بس في الحمام. وهنا الارضيات لازم ناخد بالنا انها تكون ماشية مع الشغل بتاع الحيطان، ما تبقاش في فرق لون جامد. نشوف برضو اللي بعدين، هنا الحمام رمادي السيراميك وعنده اكتر حاجة ممكن نستخدمها مع بعض او لا. يعني مثلا هنا لو كان الحوض في المكان دوت وممكن نحط الحوض هنا، فعشان كده ممكن ناخده شكل تاني من السيراميك، يعني يكون هنا شكل وفي مكان تاني في شكل تاني متداخل معاه بالماتشنج بتاعه يعني. والارضيات برضو لازم تكون ماشية مع الحوائط طبعا زي ما احنا شايفين. طبعا ده جاكوزي حجم كبير، بيبقى ليه بقى مواصفات خاصة ويكون الحمام مساحته كبيرة شوية. الناحية التانية هنا في حمام أرق شوية، برضو للناس اللي عايزة تخرج برا الرمادي وكده، في دوت اللون المخضر شوية، ومعظم الحمام رمادي فإحنا بنديله التاتش البسيط من الأخضرات ديت. وهنا ممكن ان احنا نستخدم لون ثالث معاهم او لا، يعني الافضل ان احنا نمشي بهدوء اكتر ويكون مفيش رغي كتير في الحمام. كل دوت بيدي فعلا نتيجة احسن كتير، وما بتبقاش الواحد منزعج بعد كده من اللي هو عمله من التصميم اللي اتحط في المطابخ او في الحمامات. برضو هنا من الحاجات اللي بتبقى عملي شوية في الحمامات الصغيرة بدل البانيوهات، ان احنا نحط الكابينة ديت وبتبقى معاها بانيو ادم، او في اكتر من طريقة لمعالجة الكابينة. في لو حمام صغير وعندي اختيار واحد، يا اما هحط كابينة او هحط بانيو صغير، لا طبعا هيبقى الكابينة عملي كتير جدا عن البانيو العادي. هنا ده حمام ارق كتير ومناسب قوي لاي بيت ولاي حمام، خصوصا الحمامات الصغيره، وطبعا بيبقى هايل في الكبيره، بس كل ما بيبقى الالوان فاتحه زي ما احنا شايفين كده كل ما بيكون فعلا بيبقى اميز كتير ان احنا نتعامل مع
الحمام الصغير عشان ينوروا ويكبروا. طبعا مش هيبقى ممل، يعني لما هنحط حاجة زي دي مع ده مش ما فيهاش ديتيلز كتيرة مش مزعجة، فبتبقى حلوة جدا ان احنا نستعمله. وهو ابتدى يحط الارضيات حاجة، وبعدين طلع بنفس النقشة بالظبط في الجزء التلت الاولاني، وابتدى ممكن نكمل بيها لغاية فوق وممكن لأ. وحط هنا وزرة لو البادجت ما تسمحش بالوزرات لانها بتبقى غالية شوية، ممكن نعمل اتنين ورا بعض على طول. تعالوا برضو نشوف حمام تاني هنا للناس اللي بتحب التفاصيل اكتر. هنا برضو البلاطة الكبيرة دي ممتازة قوي، وهي الترند اللي موجود دلوقتي فعلا، لانها بتدي شكل مختلف وبتدي شكل كونتمبوراري اكتر كتير من البلاطات بتاعت زمان اللي هي اصغر من كده بكتير. طبعا بتفرق في السعر شوية، بس يعني الحمام من الحاجات المكلفة بشكل عام في البيوت. برضو نشوف هنا القطع الارضيات نفسها بعد ما نصور الحمام نفسه. هنا في انواع كتير من الارضيات، سواء كان بورسلين او كان سيراميك. طبعا البورسلين دايما بنقول ان البورسلين احسن خامة نحطها في الخامات الصناعية، لان البورسلين بتبقى كتلة واحدة اللون ما بيقشرش، انما السيراميك بيبقى عجينة او كلي او طينة يعني لوحدها، وطبقة جليز من فوق، فأي خبطة ممكن تقشره وبيتبقى معانا الطبقة البني اللي تحت، وده بيبقى شكلها وحش قوي. انما ده مش موجود في البورسلين، البورسلين بيدخل تحت درجة عالية جدا في الأفران وبيطلع كلها لون واحد، وفعلا ممتازة. وأحسن حاجة نحطها في الخامات الصناعية هي البورسلين، وبشكل عام البورسلين من الخامات اللي أحسن حاجة نحطها، لأنها ما عندهاش مشاكل، لا مية بتأثر فيها ولا كيماويات ولا حتى حرارة عالية ولا كل دوت ما بيأثرش فيها. المهم ان احنا نختار الخامة او اللون المناسب للتصميم بتاع بيتنا ومقاس البلاطة المناسب، ويكون اللي بيركب البورسلين فعلا حد مميز وحد كويس علشان يطلع، لان هو ليه تكنيك مخصوص البورسلين، خصوصا البلاطات الكبيرة لانه بيتمدد، فما ينفعش ان احنا نركبه الا مع حد فعلا بروفيشنال قوي في شغله. طبعا هنا من الحاجات الحلوه ان احنا نحطها في الارضيات الحاجات اللي ما بتزحلقش، لان الحاجه اللي مش بتزحلق بتبقى عملي خصوصا مع كبار السن ومع الاطفال لو احنا عندنا اطفال صغيرين لسه في البيت. وعموما في الحمامات طبعا والمطابخ اي حاجه بتزحلق بتبقى ليها حركه، يعني لازم نحاسب قوي على الحركه بتاعتنا في الارضيه اللي هي بتلمع جامد. فالأرضية اللي مش بتلمع بتبقى ممتازة، وخصوصا لو فيها ملمس كده بتبقى طبعا أي ملمس بيقلل الاحتكاك، فبالتالي ما بيزحلقش بسهولة. إنما لو الرجل ناعمة أو ومع البورسلينة نفسها ناعمة جدا بتخلي الزحلقة سهلة جدا، فاحنا بنتفادى تماما الحاجات اللي بتلمع في أرضيات المطبخ وأرضيات الحمام ومع كبار السن نفس الموضوع. لو احنا شفنا هنا بلاطة فعلا الوانهم جميلة جدا، واحسن حاجة نحطها الحاجات اللي شبه سادة زي دي مثلا او اللي فوقيها، فبرضو بتبقى حلوة. ولو احنا بقى عايزين حاجة فيها ديكور بسيط، يعني في جزء بسيط في المكان، ممكن في مدخل مثلا البيت او يعني على حسب التصميم بتاع المكان نفسه. ودي برضو زي ما قلنا البلاطة دي من البلاطات اللي شبه الحجر وحلوة جدا ومش بتزحلق وتبقى مميزة قوي. لو احنا الكاميرا قربت لها وشوفنا الخامة بتاعتها عاملة ازاي، ودي بلاطة 60 في 60، وده اللي احنا بنقوله لو هو اسمه ايه سيراميك، سوري، لو هو سيراميك هنلاقي ان هي بتقشر بالمنظر دوت وبيبقى ساعتها في مشكلة. برضو بالنسبة للحوائط هنا عارض مجموعة من الحوائط بعد ما نصور الأرضيات كلها، نشوف الحوائط الناحية التانية إن شاء الله. برضو زي ما
قلنا قبل كده كل ما تبقى الحاجة بسيطة زي دي أو دي أحسن كتير من الرغي الكتير اللي موجود ده، لأن بعد كده الحاجات اللي فيها ديزاين كتير بتزهق فعلا في الحمامات، وفي خصوصا لو كان الأرض كلها فيها ديزاين كبير كده فعلا بتزهق مع الوقت. طيب خلينا نقفل الفيديو دوت ونشوفكم فيديو جديد مع منتجات السلاب مع مهندس ديكور لميا حسن. ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وشير وتدعموني بكومنت. الى اللقاء في الفيديو التاني عن السلاب. شكرا.